يضم القطب التكنولوجي بالغزالة 40 مؤسسة ناشئة متخصصة في توفير حلول رقمية مجددة تساعد المؤسسات الاقتصادية والصناعية على تطوير أعمالها، لكن العائق الأكبر لدى الباعثين الشبان يتمثل في التعريف بمنتجاتهم الرقمية وتسويقها، ما شجع حاضنة الغزالة للتكنولوجيا لدعوة ممثلين عن أكثر من 100 مؤسسة في بحث عن التقريب بين العرض والطلب. نحب نشوفوا دي كونترا، وإلا نحب نشوفوا نوايا تعاون. هو سي لو رابروشمون انتر لوفر اي لا دوموند، فما ناس مستحقه التكنولوجيا حتى تطور يعني القطاعات اللي تشتغل عليها. واليوم عندنا الشباب اللي عندهم الحلول التكنولوجيه حتى ينجموا يحلوا مشاكل عند مؤسسات اقتصاديه. نحن شركات صغيره، لكن مع بعضنا نجموا نعملوا حلول تنجم تنفع اكثر، وتنجم نمشيو المارشيات اكثر ونخدموا مع بعضنا. الحاجه الثانيه اليوم فما ناس مهتمه بالشركات هذه وبالحلول اللي تقدمها، وتنجم تلقى شريك ولا تلقى ان كليون اللي تنجم تخدم معاه. تظاهره حاضنه الغزاله للتكنولوجيا تم خلالها تقديم تجارب مختلفه في مرافقه المؤسسات الناشئه، اضافه الى استعراض الباعثين الشبان لتطبيقاتهم وافكار مشاريعهم. عندنا ستارت اب ان شاء الله نحبوا نهديوها لوزاره الصحه. الستارت اب هذه تمثل في سوليوشن، معناها حل سوليوشن تكنولوجيك للجستيون دو دون، التصرف في الهبات اللي توصل لوزارة الصحة. فكرنا في هالحل هذا التكنولوجي باش نسهلوا عملية التبرع للمتبرعين، سواء كان من داخل تونس وإلا من خارجها. عندنا منصة رقمية اللي هي موجهة للأطباء بور لا ديتيكسيون، معناتها للتقصي المسبق لعدة أمراض، باغ اكزومبل كانسير دو سان، الزهايمر، لمالدي الزهايمر. رحلة كتاب هي منصة تواصل اجتماعي ونشر ذاتي للمحتوى الأدبي والمعرفي باللغة العربية. مميزات هذه المنصة أنها المنصة الوحيدة التي تجمع كل عناصر عالم الكتاب في مكان واحد. نجد القارئ ودار النشر والمسجل الصوتي والمجموعات والجامعات والمنظمات التي لها علاقة بالكتاب. بهدف خلق فرص جديدة للاستثمار، حاضنة الغزالة للتكنولوجيا تسعى لتطوير علاقات شراكة بين الباعثين الشبان والمؤسسات الاقتصادية والصناعية، تأكيدا للدور الرئيسي للأقطاب التكنولوجية المتمثل في خدمة المؤسسة الناشئة.